عليكم اخوتي واخواتاتي، نتمناكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا بصحه جيده يا رب. عالم ام صفاء اليوم غنشارك معكم الحوت ونشارك معكم البطاطا في الفران بدون قلي اللي تجي غزاله يا البنات، وتجي رائعه. السردين اللي تجي غزاله انتما ما شاء الله، تابعوني في الطريقه ديالتو كيفاش غنحضروا. الزعلوك راه فيتها محضره معكم حتى هو اللي تجي غزال، والبطاطا اللي تجي رائعه هي والفلفل مشويين في الفران. هانتوما البنات اللوين ديالها مذهب وزوين، تعجب الكبار والصغار. شجعوني الله يجازيكم بخير، خليوا لي بصيمه تعليق زوين يكون محفز للقناه، ولي لايك البنات مهم باش يطلع الفيديو ويطلع في اليوتيوب ان شاء الله، وتكبر القناه بكم نتوما باش تكبر القناه العائله ديالي. شكرا لكم، مرحبا بالناس اللي ضموا جداد، مرحبا بكم الدار داركم، شكرا لكم بزاف لهلا يخطيكم، مرحبا بالقدام والجداد، ونهاركم مبروك. وندوزو للطريقه كيفاش غنحضرها، نتمنى من الله تعجبكم، وشجعوني الله يجازيكم بخير، طريقه راه زوينه بغيكم تجربوها. وليداتكم دابا راه بدات المدرسه، شي حاجه اللي صحيه وزوينه يمكن لكم حتى تصيفطوهم هاد البطاطا معاهم اللي راه بدون قلي ما تخسر ما والو، تبقى زوينه. والحوت هو تيجي رائع، وهنا معكم البنات وانتم معايا، خليكم ما تمشيو فين، شكرا لكم بزاف. صافي هنا البنات الطبق ديالي، عندي الحوت هنا البنات، السردين 2 كيلو اللي غسلتهم قديتو، من بعد ندير ليه الشرموله، الدنجال اللي غنشوي باش ندير به الزعلوك، الفلفل والبطاطا غادي نقردهم ونديرهم شرائط، مطيشه غنحكها، والثوم الحامض، المهم كل حاجه غنقاد بوحدها. وها انتم معايا شوفوا فينا البنات. صافي هنا البنات ها هي البطاطا، درتها صبيعات بحال شويه غليظه، ديروا لايك قالت لكم بنتي ديروا لايك. هنا البنات انا شفتوها صبيعات غليظه ماشي رقيقه بزاف، والفلفله حتى هي كذلك. وهاد الطريقه غنعطيكم والله الا زوينه، مشويه في الفران كلشي صحي ما كاينش القلي. هانتوما شفتوا ها هي الفلفله عندي انا باللون، نتوما اي فلفله اللون كاملين ولا لون واحد ماشي مهم يكون اللون كله، اللي توفر في الدار هو اللي غادي نديرو. صافي غنقعد نسلق على هذا الشكل، لازم قاد. صافي هنا البنات بعد ما قردتها غنحولها في كاس اناء كبير، ها انتم معايا التتبيله اللي غندير ليها كتجي رائعه ما شاء الله. صافي غندير الملح انا وانا لا لا تبلات خايب حل. صافي ها هي درت الملح البنات، ندير شويه الابزار ادي هاهو شتو واش غتخلي. غادي ندير شويه الحار، انا راه عزيز عليا كيما شتوني في الطبقات ديالي. صافي واحد لايك لايك واحد الفص ديال لايك 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 مامينا صافي سمعوك دو لايك لايك. سمعتوا بلي تتعوض لكم على اللايك راه مهم البنات، ديروا لايك ما خصكوش والو، مشاهده كامله بطبيعه الحال عجبكم الفيديو. صافي هذا الشيء اللي كاين البنات، زيت النباتيه ولا زيت الزيتون ولا اللي حبيتو نتوما ديروه، ماشي بشرط اللي تعجبكم ولا مشجوم بجوج خليط. صافي البنات ها هو ضرب لايك لايك الزيتون على حسب الكميه، ضرب لايك لايك لايك. صافي تنخلص سمعوكم غادي يجاوبوا في الكومونتير ان شاء الله. سمعتو قالت لك وسمعتوها البنيه. صافي ساهله ماهله، بغات تدوزو التحميره تعطيو واحد اللوين معليش، وتخليوها غير بحال هكا معليش، المهم انا خليتها طبيعيه بحال هكا على لونها باش تبقى كل حاجه واضحه لينا. غندير الخبز المحمص، المهم هانتوما معايا نص ليدي صافي الدجاجة تفكوك وطرفيتها بشاركة معاكم، درت لي تشوى وهنا غندير الخبز المحمص واحد جهد 3 معالق باش باش هاد هاد يتلبس ليا بالخبز المحمص، ونجيب اللاطا ونستفو طريقة زوينة مشوية في الفران الدجاج مشوي بدون زيت البطاطا ها هي تاهي بدون قلي، المهم الحوت هو غنشاركو معاكم بدون قليل، داكشي رائع ما شاء الله وداكشي زوين. ما عليكم غير شجعوني الله يجازيكم بخير. انا دو لايك سمعوني سمعوك، نتوما بغيتو تشكلو بحال هكا الله تعطي واحد الديكور زوين، بغيتو تعطلو عشوائيه ديرو عشوائيه ما معليش، نتوما وداكشي اللي حبيتو ماشي في شرط الواحد وعلى حسب الشقه كيفاش يكون.
كل واحد مزروب راه في العون دغيا الحوا كامله في اللاطه ديريكت. صافي انا غادي نبقى مستمره بحال هكا. شتو هانتوما غادي نبقى مستمره بحال هكايا. نعمر اللاطه ديالتي والفلفله موجوده الحمد لله دابا وكل شيء موجود تبارك الله ما شاء الله خيرات ربي موجوده ما شاء الله. صافي هاد البنات بعد ما كملت البطاطا غندخلها للفران غنشعل الفران الفوق والتحت الحراره 180 ونخلي على عافيه مهيله حتى تطيب وتحمر وتجمر. وغندوز دابا نوجد الشرموله ديال الزعلوك. هانتوما معايا صافي انا خواتاتي حكيت مطيشه وحكيت جوج فصوص ديال الثوم كبار وغندير الملح على حسب الذوق. ها هي شتو ما كثرش هاد المكونات ديال الزعلوك. غندير شويه الزهر ابيض كما يمكنكم وهاو الزهر اسود. شو كيدير لونو ما عجبنيش اللون ديال البنات مزيان. وعندي سكنجبير ها هو الشتو غادي ندير تحميره حطيتها سكسي. تعاود معايا بنتي خرقوم 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 صحي يا البنات. وغندير شويه القزبر حبوب ناولو القزبر حبوب راه زوين حتى الكوليسترول البنات زوين في العطريه. ومام الربيع غادي نطحنو والحامض غادي الحامض غادي نقطع منه النص وطريف منه ونعصرو هنايا وندير زيت العود والشرموله راه عادي كيفاش تيعرف ليها وندير الكامون وندير التحميره كما قلت لكم ونردو يطيب. راه تعاود من ورايا اختي الدريه تعاود من ورايا راه خدامه واتصال انتو البنات وخليو لي التعاليق وقولوا لي كي جاتكم بنتي حتى هي بغات تولي تباخه ياك ها بحال من غتولي تباخه بحال من شكون انا؟ حيدتي خدامه. شكون انا؟ خدامه. صافي انا البنات ها هو الثومه الثومه والربيع اللي لقيتهم زدت عليهم الملح وغنزيد هذه المكونات ديال الحوت. غادي نزيد سكنجبير الا ما كثروا سكنجبير تيمرر الحوت تكثروا سكنجبير. المهم نخرقوا مع البنات يعطي واحد اللون زوين. كما قلت لكم غندير التحميره لبزار اللي تيبغي الحار ديرو شويه الحار انا على حساب الوليدات ما غنكثرش الحار. صافي هنا غندير التحميره وغندير زيت العود جهد واحد 4 تاع عواشق ديال الزيت الزيتون باش غادي نخلط هادشي. صافي هنا البنات غنخلط المكونات كاملين وصافي. السردي راكم عارفين كيفاش غسلتو ونقيتو من دوك الشعيرات. صافي غنبدا ندهن وندير وحده على وحده ونحط حدايا الخلاطه ونوريكم حتى الدقيق اللي غادي ندير حتى هو زوين تيخليه. ونديروا الكبيره مع لا حار عليك شو علاش جالسه حدايا راه بغات تلحس تلحس الكيكه تلحس شويه العطريه تلحس شويه عطريه. دوقي كي جاتك زوينه سمعتوا البنات قلت لكم راه الشرموله زوينه والكامون البنات وكلشي وتتجي لذيذه. صافي هنا البنات انتم قاديتو بحال هكا شتو راه كبير راه كبير السرديل قاديتو على هذا الشكل. ولا غندوز نحمصو باش ندخلو للفران ان شاء الله. غنفندو البنات تعطيه واحد غطيه تعطيه واحد الدكرميله زوينه فندو في السميده الرقيقه على شكل الفينو ولا الفينو يكون شويه حرش. صافي هانتوما شتو فندو كامل وندير ورق الزبده في اللاطه وندير عليه قطره تاع الزيت من الفوق. انا نشرح لكم كل شيء صافي تدخلوا الفران تشعلوا عليه العافيه الفوق والتحت. من بعد ما نخرج البطاطا راه دخلتها البطاطا تاخذ الوقت سبقتها هي الاولى وسبق الزعلوك والحوت ما تيخش الوقت بزاف جهدوا 10 دقائق الفران غيكون سخون بزاف جهدوا 10 دقائق. ها هو واش وهذه هي الطريقه البنات وهذه هي الغديوه ديالتي شاركتها معكم غدا ولا عشاء. المهم طريقه زوينه بدون قلي صحيه الزعلوك راه حاطاه جربوه البنات راه زوين في الكوكوط والله الا سريع سريع بزاف دغيا تتوجدوا هو في الكوكوط. تسدين عليه جاتك الدوخه
هي هي سعدي بنتي جات الدوخه. وعلاش جاتك الدوخه؟ انا كنت هضر معاكم حتى ردتني هكا. علاش جاتك الدوخه؟ حيت مرضت. لا ضحكاتني البنات. صافي هنا البنات، ها البطاطا ديالتي هانتوما تبارك الله كيفاش تجي، تجي زوينه طيبه وزوينه في الفران، تجي غزاله نتمنىكم تجربوها وتجي بنينه. ها الحوته هو شوف كي جات تبارك الله ما شاء الله. نتمنىكم تجربوا الوصفات ديالتي، نبقى نديرو في الطوسي ديال التقديم وهانتوما معاه. صافي هنا البنات هذا هو الطبق ديالي، نتمنىكم تجربوا، راه تيجي غزال البنات. الباربه حتى هي درت لها شويه الكمون شويه الخل شويه البصله وشويه الملح. هنا الزعلوك راني مشاركه معكم تيجي رائع، وهنا البطاطا اللي شاركت معكم اليوم والحوت اللي تيجي غزال البنات، تيجي رائع انتما تبارك الله ما شاء الله. نتمنىكم البنات تجربوا هذه الوصفه ديالتي، وما تنساونيش بتعليق، وما تنساونيش بصايمه الله يجازيكم بخير، وبارطاجيو الفيديو ديالي وخلوا لي في التعاليق كيفاش جاتكم الوصفه، راها رائعه ما شاء الله. وبسم الله على بركه الله غادي نمشيو نتغداو، نتوما يا المتبعين ديالي جربوا الوصفه بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وديما مع الجديد. وشكرا لكم بزاف على التعاليق اللي تخليو لي، شكرا لكم بزاف، بالسلامه عليكم ونهاركم مبروك.